كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. تحت عنوان نموذج التعادل لتنمية البشرية المستدامة، نظمت مفتشية حزب الاستقلال بطنجة أصيلة يوم السبت المنصرم ندوة من تأطير قياديين للحزب في موضوع النموذج التنموي الجديد اللي نادى إليه جلالة الملك في الخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان في افتتاح السنة التشريعية الحالية. حزب الاستقلال من بعد هذه الدعوة الملكية حدث واحد اللجنة، لجنة النموذج التنموي، واللي لي شرف أن أترأسها. هذه اللجنة اشتغلت وحضرت واحد المشروع، وهذا المشروع صدقت عليه اللجنة التنفيذية ديال حزب الاستقلال، والآن كما قلت انطلقوا في واحد المسلسل ديال اللقاءات تشاورية باش نغنيو من خلال النقاشات هذا النموذج. الندوة أطرها كل من عبد الكريم غلاب عضو اللجنة التنفيذية لحزب الميزان ورئيس لجنة النموذج التنموي الجديد، وعبد اللطيف معزوز رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، حيث تمت مناقشة النموذج التعادلي للتنمية البشرية الذي تقدم به الحزب بين مؤطري اللقاء وأعضاء وعضوة الحزب. احنا اليوم بصدد تنظيم لقاء تشاوري حول النموذج التعادلي للتنمية البشرية المستدامة، وثاني محطة اليوم عندنا هنا بطنجة لنستكمل هذا النقاش إن شاء الله قبل نهاية شهر يوليوز، باش تكون عندنا واحد الوثيقة متكاملة يعني جامعة وشاملة لمنظور حزب الاستقلال والمجتمع المدني الذي سيساهم في هذه اللقاءات.